فيفرت خاصة في عملية التحضير ربما من الجانب التكتيكي من كليفرت في دقائق الجولة الثانية. ركلة جزاء يقول غاستان، ركلة جزاء يشير غاستان، لا تناقشني لا تجادلني في عملية اصطادها جابها بوفان، جابها بركلة جزاء. دخولك يا بوفان في الشوط الثاني يأتينا بركلة جزاء، هذه الإعادة مرة أخرى، ولا زال لاعب مونتالي حكيم زياش فرصة لافتتاح باب يا تهديف. قلت هذه مباراتنا اليوم، نعم فرصتنا التاريخية من أجل فك عقدة الكاميرون، تاريخيا لم نفوز على الكاميرون يا زياش، وتاريخيا لازم اليوم أن نفوز على الكاميرون يا حكيم يا زياش. يتلقى الإشارة زياش، يتقدم زياش، أخيرا يا زياش تهتز الشباك الكاميرونية في مواجهة بين لاعبين يخوضان تجربة مع نفس الفريق هو أياكس أمستردام. لا حارس المرمى أندري أونانا ولا حكيم زياش، بطريقة رائعة، فيها ذكاء، فيها خبرة، فيها تركيز، فيها نجومية، زياش ببرودة أعصاب بتركيز كامل حطان بعيدة، الحارس أونانا في زاوية والكرة في الزاوية المقابلة، حتى لو اتجه أونانا لنفس المكان فلن يصد لأنه عالمي يا زياش، عالمي يا زياش، يا حبة المشماش الرائعة يا زياش، حبة الكرز الرائعة، ولكن أقول عنك حبة المشماش يا زياش. الله عليك يا فنان، هات الإعادة، هات، جيب الصورة يا مخرج المباراة لنتابع أحلى كرة، أحلى قذيفة، أحلى تسديدة منك يا حكيم يا زياش. هذه الصورة، الفنان بوفان، أو الفنان بوفان، جاتك يا زياش، بوم 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 بوم, بوم في المرمى، وعودان يا المخرج، بوم، أحلى كرة وأحلى تسديدة منك يا زياش، باليسرى الساحرة، جابها في الشبكة، جابها في الشبكة الكاميرونية، 2-0 الليلة ليتك يا زياش، يا مبدع، زياش يرجع مرة.